ردت إيران رسمياً على تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في يناير 2021 قد استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرك في غضون أسابيع ضد موقع نووي إيراني. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل برد ساحق. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الذي ألقاه في قمة بريكس من المخاطر المستمرة في الشرق المتوسط، وركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص. وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر تقنية فيديو كونفرنس اليوم الثلاثاء أمام قادة مجموعة البريكس: لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج.